مين كده صح؟ صح بو هاي شو هاي اللي كده فيها انا مش راح دفتر كده هيك سؤال اذا شو حركتها سو الحرف اللي قبلها صح صح تمام كون أولادي هناك وسوريا بلدي أولا وأخيرا يعني طبيعي أنا بحب أرجع على سوريا يعني بلدي كلنا بنحب نرجع ما بتوقع أن في حدا بيحب يضل برا سوريا بس ما ممكن صعب ميلوت بيسترا بيسترا يعني هيك لحاله كمان من خياله بيرسمه ما 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 ممكن حدا يرجع بهالوضع ما ممكن حدا يرجع ابدا بس الاوراق كتير كتير صعبه ما عم يعطوا لجوء لحدا ابدا ابدا ولا بيعطوا اقامات ولا بيعطوا اي شيء ولا في طريقه يعني انه الواحد يضل بروسيا ما بعرف الا المصاري انه الواحد بس يكون معه مصاري كثير هي بدها حلق ايه نستدي اعمل لها حلق السمو